السلام عليكم ومرحبا بكم حبوباتي، نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبت لكم اليوم. كيما عودتكم ديما نبداو كلامنا بالصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. دونك تقولوا لي يا دار اسيا وين ديتينا اليوم؟ اليوم ديتكم الاكبر محل لبيع لوازم الحلويات على مستوى ولايه وهران. يعني نقول لكم هذا هو كامل حانوت الكبير. واش نحكي لكم، اي حاجه تتمناوها ولا رايحين تشوفوها يعني في الفيسبوك ولا رايحين تصيبوها، يعني انا حوايج ما تخيلتش كامل بلي نصيبهم عنده وصبتهم عنده. برك للامانه هذا نفس المحل اللي كنت صورت لكم عنده، كي رحت نشري الحفايس كامل تاع النفاس تاع يعني اسوال لي بواط وكامل، برك هنا بدل يعني المبدل المحل دوكا راهو في العقيد لطفي. هنا راح نخلي لكم لاباج تاعو في صندوق الوصف، يعني هكا اللي تحب تتواصل معاه ولا ما تحب تروح يعني داير الجي بي اس تاعو داير نيميرو تليفون، المهم كل شيء راح نصيبوه في صندوق الوصف لاباج تاعو، ادخلوا وراح نصيبوا كل شيء. المهم العميرات هنا راح ندخلوا وراح ندير لكم جوله بزاف خفيفه، يعني شوفوا البنات ما نقدرش ندير لكم الجوله بالتفاصيل، يعني حانوت بزاف كبير على بالي بلي لازم لي على الاقل نص نهار باش نكملوا. يعني هنا حاولت ندير لكم جوله بزاف خفيفه هكا باش تدوا فكره. هذا الفيديو رايح يهم بزاف اللي يبيعوا الكاطو، يعني هنا تروحي تشري كامل اصوالحك تاع الكاطو الديكور وكامل، ومام اللي يكون عندها عرس ولا ختانه ولا نفاس ولا ثانيك عنده لي بوات عنده كامل العفايس. المهم العميرات هنا بديت لكم بهذه الجهه، كيما راكم تشوفوا هنا كاين عجين السكر كاين شوكولا كاين لا جولي، يعني انواع والوان واشكال كيما راكم تشوفونا. هذه نورمالمون عجين السكر، يعني كاين فيها بزاف لي مارك ميم لي كولور، ميم في بالي كانوا دايرين فيها لي بروموسيون. هنا كراميل العسل شوكولا التمر تاع الغرس الدهان الزبده كيما راكم تشوفوا لهنا، وهنا كاين كامل انواع تاع الزبده مام الفورماج كاين سلايس مام لي كريم فريش، وهذو لي بواط البنات تاع الصح داولي عقلي. شوفوا ما على باليش اسكو تاع كاطو ولا مي بزاف شابين، انا نورمالمون بانوا لي تاع كاطو مي بزاف كلاس. مام هنا هذه الجهه كاين فيها غير الورد، يعني سبيسيال تاع ورد تحبي تديه لوحده نفسها ولا مام تروحوا تخطبوا ولا يعني تدي بوكي تاع ورد تاع هما وبزاف شباب. هنا رايحه نوري لكم العفايس تاع الديكور تاع الكاطو، يعني هذوك الورادي الصغار مام كاين لي دراجي بالاسامي بالديكور تاعها كيما راكم تشوفوا، كيما هذو لي دراجي اللي يجوا ثانيك في النفاس يجوا في التقنطه يجوا في السلو، وهذو لي بواط كيما راكم تشوفوا فيهم كامل يعني غير تاع الكاطو، هذوك الوريدات الوريقات. شوفوا ثانيك هذو البنات ديكور سبيسيال تاع الكاطو. مام كاين هذوك لي بابيون اللي راهم يديروهم في لي تارت الدوغي ثاني كاين بلي كولور، وهذوما سبيسيال تاع لي تارت ولا تاع لاير كيك كيما راكم تشوفوا. ثاني كاين بزاف لي موديل، شوفوا هذوك الكاري بزاف شابه فيها هكا ورده من الفوق، وهذوما تاع اطفال صغار كيما راكم تشوفوا. انا راني نشوف غير في العفايس تاع ميكي ماوس باسكو راني حابه ندير ولدي لو تام تاع ميكي ماوس في لانيفرسير تاعو، وهذوك الكاري كامل يعني تاع لاير كيك تاع الصح راح يجيو بزاف شابين. هنا راني درت لكم جوله صغيره، هنا ثاني هذو كامل سبيسيال غير تاع لي تارت، هذو ماهمش شموع هذو غير ديكور بركه. شوفوا مام هذو لي ديكور بزاف شابين، يعني كي تكون لا تاخت كامل ماشي شابه ميت بلاصي فيها هذاك الديكور تاع الصح رايح يزيد فيها النص. وكاين هذوما لي جو صغار نورمالمون ثاني كيديرهم في لي تاخت، وهنا البنات وين يبيع لي مول تاع سيليكون طوابع تاع الكاطو. شوفوا قد ما نوري لكم مانيش رايحه نكمل، يعني كاين بزاف لي موديل مام هذو المطارق تاع لي زيسكيمو، يعني لا يديروا بهم الكاطو ولا لي سالي ولا مام هذوك لي مول تاع سيليكون تاع لي زيسكيمو. هنا كيما راكم تشوفوا لي سيرسو كاين انواع واشكال، القلب المدور الكاري مام هذوك تاع الالفابي اول مره نشوفهم عجبوني بزاف هذوك تاع الالفابي. ثاني كاين هادو ليمول كاين هاد الطوابع كيما راكم تشوفوا لهنا،
هاو رمع متعاجين السكر ولا تاع لاباد اموند بلا هنا كاين هادو ما تاع تاع لابوش ثاني كاين بزاف لي موتيف يعني خيري واش بغيتي الورده اللي بغيتي تخدميها ودي الموتيف تاعها ما شاء الله والله لا صدقوني البنات محل ولا اروع يعني ما تتوقعيش باللي كاين محل في الجزائر تحسي روحك كامل في الترك ولا محل ولا اروع ومام البنات الاسعار اسعار ما شاء الله يعني ما همش لي بخي طالعين ولا لي بخي تاعو عادي ولا انا كاين شي عفايس شتهم عنده بالك اقل من شي حوانيت في مدينة جديدة يعني بالك يبانهم شي بنات يقولك لا بالك غالي بالك والله لا صدقوني البنات الاسعار تاعو في متناول الجميع وهنا كما راكم تشوفوا يعني هنا درت لكم هذيك الجوله وين كاين سبيسيال العفايس تاع صوالح الكاطو هنا البنات بعد ما كملنا من هذو هنا ثاني كاين هذوك لي شاليمو اللي خدموا بيهم كاين ايتاج لتحت يعني دوك نكمل غير هذه الجوله الصغيره من بعد نهود الايتاج اللي لتحت ونصور لكم صوالح لي سبيسيال تاع لانيفيرسير وتاع العرس وتاع تاع النفاس يعني في الايتاج الاول رايحين تصيبوا فيه برك الصوالح دوزان تاع الكاطو مي لتحت دايرهم سبيسيال تاع العرس وتكون لانيفيرسير كامل ميم هنا كاين هادو الطباسع اللي جايين تاع البلاستيك ميم نورمالمون ثاني كاين تاع الحديد ثاني جايين بزاف شابين هادو ما كاين كامل لي كولور كاين البلون لو غرينا هادو دايرين حاله يعني حبيت ندي هنا واحد في الدوغي بعد والله لا كامل انسيت هنا ثاني كاين لي سيت دو تابل هنا ثاني كاين الفيز غير تاع لانيفيرسير وماذا بيا كامل في لي كومونتير تقولوا لي رايكم فيه يا درا عجبكم ولا لا وهنا كانوا خاصيني لي كيردون باش نديرهم في لي سالي في لانيفيرسير تاع وليدي ثاني البنات اي موديل يعني جا في بالي والله لاصتو شوفوا البنات هادو جايين بزاف شابين جاي الكيردون وفي هذيك الوريقه في الفيغ يعني تاع الصح راح تكسر الالوان تاع لي سالي وهنا البنات كيما راكم تشوفوا هادو تاع لي فيغين ثانيك بزاف شابين شوفوا هنايا يعني يديروا فيهم لي سالي يديروا فيهم التحليات ثانيك بزاف كلاس كيما راكم تشوفوا كاين انواع والوان واشكال يعني هنا شويه سرعت لكم لا فيديو باسكو الوقت اللي رحت انايا كانوا ديجا ساي كانوا يبلعوا وهنا البنات ثاني كاين هادو الحاشيات مع الباليش وين يديروهم نورمالمون يديروهم في لي تارت ولا شوفوا سبحان الله البنات اي حاجه تتخيلوها رايحين تصيبوها عنده ميم كاين هذوك ليتول كاين هذو ما تاع تاع لي كاب كيك كيما راكم تشوفوا تاع لانيفيرسير ثاني كاين كامل اي تام تحبيه رايحه تصيبي يعني تحبي تاع اطفال صغار ولا تاع كبار ميم كاين هذو تاع الطمينه في الدوغي هنا كاين هذه جهه سبيسيال للورد كيما راكم تشوفوا شوفوا الحاجه اللي زايده حيويه في هذاك الحانوت وزايده فيه النص منين داير هكا لي فلور تاع الصح والله لا راحه نفسيه ما شاء الله ربي يبارك له في رزقه ان شاء الله هنا البنات رايحه نهود بكم لتحت ونروحوا نشوفوا الصوالح تاع لانيفيرسير يعني انا اليوم جيت لهذا المحل على صوالح تاع لانيفيرسير تاع وليدي باسكو على بالي هو اللي راح نصيب عنده كل شيء هنا كيما راكم تشوفوا غير تهودوا في هذوك لي زيسكالي تصيبوا هنايا اصوالح تاع لانيفيرسير والتام اللي تحبيه انا هنا حابه ندير له ميكي ماوس يعني كاين بزاف كاين ميكي ماوس كاين سبايدر مان ميم حتى توم وجيري كاين يعني انا ما كانش على بالي كون عرفت كون ديت له توم وجيري يعني كنت ديجا شريت من قبل ميم هذا ثاني بزاف شباب ومام كاين تاع البنات يعني كيما راكم تشوفوا هنا ثاني هذوك لوغوز كامل تاع البنات كاين كلشي كاين لي سيرفيات هذوك الطباسا مام لي غوبلي بكي غير على دراهمك مام كاين هذوك تاع لي كاب كيك ثاني بزاف شابين هذاك السيبور تاعهم هنا كاين هذو البالونات نورمالمون هذو كامل اغلافات تاع الطابله مام هنا كاين لي شابو كنت انا ديت لوليدي واحد داغي من بعد كامل نوري لكم المشتريات اللي كنت شريتهم من عنده
مام هادو فينك بزاف شابين البنات هادو لي كيغدون وفيهم لو تام اللي تحبيه يعني هكا تيكي ولا ديسان تاع ميكي ماوس ولا فله ولا تي واش تحبي. مام هادو مال البنات الغلافه تاع طابله فينك بزاف شابين كاين دوغي كاين البرونز فينك اي حاجه لكم تتخيلوها راح نصيبوها هنا. هذه جهه سبيسيال للشمع تاع لانيفرسير. ثاني كاين بزاف لي موديل هنا كاين هادو تاع الارقام كاين تاع ديسان يعني فيه قلوبه فيه وردات انت ثانيك واش تحبي. وهذه جهه سبيسيال للبالونات انواع واشكال تاع البالونات ومام لي كولور كيما راكم تشوفوا. انا كنت حابه ندي هذاك الريدو في البلون بعد ثانيك والله لا نسيته يعني دوكا كي راني نشوف الفيديو راني نقول هذيك نسيتها هذيك نسيتها. المهم هنا كاين البالونات كيما راكم تشوفوا الموف البلون الدوغي كامل لي كولور يعني ماشي شرط يكون عندك ولد ديري له البلو ولا تكون عندك بنت لازم ديريها الغاز يعني دوكا تقدري تخلطي كامل الالوان ونورمال كيما راكم تشوفوا. هنا هذه الجهه سبيسيال للبالونات وما فيها هنا هذوك انوامر يعني تاع لانيفرسير كاين فيهم من الواحد حتى للتسعه. ما مشوفوا البنات هذا ثاني بزاف شباب يعني هذا كي ديري انيفرسير ولا نورمالمو هكا طرد كي يطلق هكا وريقات كيما راكم تشوفين في الغوز وكامل. ويا درا هذه الجهه واش فيها يعني كل ما تفوت تكملي كل وقت تقعدي تخمي كل وقت الاخر واش راح يكون فيه. هنا كاين هذوك لارفع بي مام كاين هنا ديكور ثاني كنا كاين الشموعه بالك هنا راني شويه مسرعت لكم لا فيديو مي البنات الوقت اللي رحت كانوا صايب ديجا كانوا يبلعوا قلت لكم فيديو يعني كون نبدا نوري لكم بالحاجه بالحاجه رايحه نبات هنا ومانيش رايحه نكمل. هذو لي سيبور لكم تشوفيهم ولا هذوك المطيرقات هذوك سبيسيال تاع البالونات. وهنا كاين هذه الجهه سبيسيال غير للحلوه يعني اللي يكون عندها انيفيرسير ولا تدي غير من الحلوه وتبدا تعمر في لي بواط تاعها. مام كاين هذاك الكوجاك المايس هذا المايس اللي كان واجد مام هذيك هذاك الكوجاك ثاني بزاف شباب يوالم بزاف انيفيرسير. هنا كاين هذه الشوكولا يعني هنا راني نخمم اسكو ندي هذيك الكوجاك ولا لا لا. هنا حاولت ندير لكم جوله كامله في هذا المحل كيما راكم تشوفوا هنا وقولوا لي كامل رايكم في لي كومونتير. وهنا رايحين نبداو الصوالح تاع النفاس يعني كاين بالك بزاف اللي راهم حوامل نقول لهم ربي يعطيكم ان شاء الله اسبوعه سهله. اول حاجه نبداوها هي تاع التخرج شوفوا هذا لوتان بزاف شباب يعني في قرعه تاع عمه سعيده دايرين هكا هذاك الشابو ومام هذوك الشابو يتباعوا مام لي بواط هذوك سبيسيال تاع التخرج واللي اون فاس ليها هنا كيما راكم تشوفوا صوالح تاع النفاس كاين لي بواط لي سيرفييت يعني كلشي واللي تحب تشوف بالتفاصيل تدخل لاباج تاعو وثانيك تشوف بالتفاصيل يعني اي حاجه يدخلها من السلعه راح يحطها في لاباج تاعو. انا ديما كيما كي نشوف حاجه ولا نشوفها في لاباج تاعو ونروح ونجيبها يعني قد ما تشوفوا في اليوتيوب ماشي كيما تبعوا في لاباج تاعو باسكو كل يوم فيها جديد وبيان سيغ السلعه ثانيك راح تتبدل. هذو ثاني كيما راكم تشوفوا عجبوني بزاف هذو هذوك لي كيغدون فيهم هكا لو تام اللي تحبيه. وهنا دخلنا للصوالح تاع النفاس كيما راكم تشوفوا ثاني قلت لكم جوله صغيره يعني لي بواط وكامل. وهنا شوفوا البنات كتلوني هذو لي بواط ما شاء الله. بالنسبه لهذوك لي بواط جايين بالقاطيفه وكامل دوغي روعه. ميم كاين هذو فينك بزاف اكلاس يعني لا بواط الكبيره مع الصغيره يعني تاع الكاطو مع تاع لي دراجي ثاني كيما راكم تشوفوا كاين كامل لي موديل الوان وانواع واشكال مي البنات هذوك اللي الفوقه ولا اروع يعني اللي عنده يدير هذاك الموديل بزاف شباب يعني راه طوندونس تاع هذا العام. مام هذوك تاع الحديد ثانيك بزاف شابين وكيما هذا الموديل هذا العام راه دار حاله يعني كيما راكم تشوفوا هنا في بالي كان يدير 23000 لا بواط بالباني تاعهم في بالي مام معها الانفيتاسيون. ثاني هذا الموديل راه داير حاله هذا العام كان سعر تاعو الموت 9500
نشوفوا البنات كي بزاف شابين هادو ما همي تاع الصح. هذه هي كامل الجولة اللي حاولت نديرها لكم في المحل، يعني حبيت نروح نشري لوليدي وبزاف اللي ما على بالهمش بهذا الحانوت، ولا حبيت ندير لكم جوله فيه، يعني اللي تحب تشري ولا تاع الصح راح حالتي بكل شيء عنده حوايج تاع الصح بريزونطابل، يعني حوايج بزاف شابين وكلاس. واش نحكي لكم، سيرتو اللي يكون عنده تاع الصح راح يفرح روحه من كل شيء. وهنا البنات وصلنا لاخر الفيديو، يعني حبيت نختمو لكم بصوالح تاع انفاس، نقول لي ربي مازال ما رزقهاش الذريه، يا ربي يعمر حجرك وديري اي حاجه تمنيتيها في انفاس. وبيان سور اللي مازال ربي ما رزقهاش بالزوج الصالح، نقول لك ثاني يا ربي يعطيك برنوس السلطره وان شاء الله ديري اجمل عرس كنتي متمنياتيه. المهم العميرات، وهنا وصلنا لاخر الفيديو، نقول لكم ان شاء الله الفيديو كان عجبكم، ان شاء الله العميرات ما كنتش ثقيله عليكم. بيان سور اللي اول مره تشوف قناتي ماذا بيا دير ابوني فعل الجرس باش اي جديد يوصلها، ومشاركاتي حبوباتي لكم ما تنساو الجيم وكومونتير لا فيديو الى فيديو اخر. يا ربي انسيبكم بخير، تهلاو لي في رواحكم كامل، نحبكم كامل، نتمنى لكم الخير. سلام.